قبل الإفطار لنهضم الطعام أحسن. ممكن تكثر مشاكل الجهاز الهضمي خلال رمضان نتيجة تغيير في أوقات ونوعية وكمية الطعام اللي نحن عم ناخدها، لكن بعض الأغذية رح تساعد الجهاز الهضمي وخاصة المعدة على الهضم، ومن أهمها الألبان الغنية بالخمائر واللي تعتبر غنية بأنواع البكتيريا المفيدة البروبايوتيك اللي هي بتعطي راحة وبتسهل عملية الهضم. وبالإضافة للبروبايوتيك كمان الألياف الموجودة بالخضار مثل الخضار الورقية الخضراء زي السبانغ والخس والكيل كمان ضرورية كتير لحتى تحسن الهضم. وما بننسى كمان الألياف اللي موجودة بالحبوب الكاملة مثل الرز البني وخبز القمح كمان بتساعد بالهضم. قبل الإفطار تذكر أنك تبدأ بزيادة كمية الألياف تدريجياً حتى تتعود المعدة على هاي الكميات بسهولة وما نرهقها أكثر.